الجمال من الخارج قبل ما ندخل لو الجوة ونشوف جولة من الداخل لواحد من أفخم أو بالأحرى هو أفخم فندق في جدة حالياً وأجددها بناءً. أتوقع البناء واضح قديش هو فخم جداً. هلا حنشوف أفخم فندق في جدة، خليكم تابعين معنا على السمع عشان ما تفوتكم هذا الفيديو، لأنه فيديو فريش جديد وبنفس الوقت فيه شيء اسمه ريتز كارلتون ممكن أكيد يعجبكم، خليكم معنا. الآن هذا هو، الآن نحن رايحين على فندق الريتز كارلتون في جدة، وهذا الآن هي الباركينج تبع الكارز. مثل ما شايفين اليوم عندنا مؤتمر وزارة الصحة للعمل التطوعي الصحي برعاية وزير الصحة شخصيا دكتور توفيق الربيعة، فمنونا كل التوفيق إن شاء الله. طبعا الريتز هو يمكن أحدث فنادق جدة على الإطلاق وأفخمها يمكن على الإطلاق. الآن نحن في الفول، هذا اللي هون الوضع واضح جدا، الفخامة في كل حتة. مثل ما شايفين هون How are you? Fine? الميوزك هادي شي رايق جدا. خلينا نحن ندخل على المؤتمر تبعنا. يعني ما في داعي احكي ابدا، الموضوع واضح ولا كيف وصلكم ولا ما وصلكم خبروني بس. طبعا هون انه تم دعوتي بخصوص مبادرة الاعلامية للتوعية الصحية صحة سناب. طبعا هذا المؤتمر برعاية وزير الصحة تماما، اللي ان شاء الله حنشوف اليوم كيف حتكون الامور ان شاء الله وكيف يتطور التطوع الصحي ومبادراته بالنسبة للمجتمع. هم القاعة الرئيسية. ستشاركنا ايضا الدكتورة إيمان فوز. الفندق فيه فخامة بس صراحة توقعت تكون أوسع من هيك، حاسه ضيق شوي. هيك يا حلوين نكون نحن اليوم خلصنا من زيارتنا للريتز كارلتون في جدة. يعطيكم ألف عافية، اليوم يمكن اختصرنا كثير يكون التعليق بسيط لأنه يعني أحيانا الصورة بتوضح أكثر من مثل ما شفتوا. كانت اليوم الحمد لله يعني كانت بدنا نقول فعالية حلوة، شفنا فيها الفندق الفخم اللي حبيت أشارككم فيه، وإن شاء الله يا رب أكيد فيديوهات جديدة أكثر وأكثر وأكثر. بشوفكم على خير ويعطيكم ألف عافية.